السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اليوم جبنا لكم الشوربه تاع البليديين بالمقطفه. الله الله كما راكم تشوفوا المقطفه المنزليه اللي داروها في المنزل تاع اهل العرس اليوم 19 ديسمبر 2023. رانا في عرس عندنا 300 بيرسون. درت لكم الكميه نتاع 300 بيرسون واش لازم منا في القازان، باسكو كاين بزاف اللي ما يعرفوش يطيبوا بالمقطفه ولا الفداوش ولا الفيرميسيل، سواء منزليه ولا اصطناعيه. مديت لكم كامل الحيل والافكار اللي باش تحصلوا على شوربه البليديه. الله الله كاين مام العاصميين يديروها تاع زمان، دوكا كي ولينا نديروا بزاف تاع الفريك شوربه تاع البليديين ما شاء الله. كاين البيضه تاع قلنا تاع الروز، وكاين البيضه تاع الفيرميسال تاع صبيحه العروسه، لكن هذه تاع يديروها في العشاء كما راكم تشوفوا ما شاء الله تبارك الرحمن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بون يوم رانا في ولاية البليدة، عندنا اليوم شوربة نتاع البليديين ما شاء الله تبارك الرحمن. تعرفوا شوربة تاع البليديين فيها الأصلية هذيك نتاع الزمن، الفداوش نتاع الدار. عطيني الفداوش عيشة تعيشي من فضلك. واش درت لهنايا؟ قازان تاع 300 شخص، القدر هذا الكبير تاع 300 شخص. درت له 12 كيلو نتاع اللحم كما راكم تشوفوا غنمي. الفداوش هذه هي ولا المقطفه تاع الدار، هاي محمصه ما تخافوهاش يعني تتحرحر لكم في التسقيه. بيان سيغ كي تجي حتسخني اكيد، راح تسخني بالكميه الصغيره ما تخليهاش حتى تطيب لك تتحرحر لك، هي فيها تقنيات ثاني. شوفوا ما شاء الله تبارك الرحمن دويده كما يقولوا الفداوش المقطفه، كل واحد كيفاش يسميها. عندي 12 كيلو تاع اللحم، عندي كيلو تاع الحميصه درتها لداخل، 13 ملعقه من الملح الخشن، ولا ما درتيش الحميصه هنا مع الحميصه طيبتيها وحدها، ديري 12 مغرف تكفيك. عندي 3 كيلو تاع طوماطيش نتاع العلب، عندي 4 حتى 5 كيلو نتاع القرعه مقطعه مكعبات. للاسف هنايا راهي مش باينه هنايا، حبيت نحوس لكم عليها. المهم انا درتها في فيديو قبيله مقطعه مكعبات، المهم البنات القرعه مقطعه مكعبات. فوالا عندي العكري 7 مغارف تاع عكري، عندي فلفل الكحل 3 مغارف تاع فلفل الكحل، 3 كويغا سوب دو بوافغ نوار، 7 كويغا سوب دو بابريكا، 1 كويغا ولا 1 لوشا غاكو نتاع السمن. لازم تكون مغرف كبيره نتاع السمن على حسب اللحم، الا كان مشحم نقصي شويه السمن. حبيتي ديريها بالسمن والزيت راجع لك هذاك، انا نخدم بالسمن سيداتي كما كتشوفي. هذا اللي كتشوفي الزيت هذا هنا تاع الشحم اللي تلقوا الغنمي، اللحم تاع الغنمي راكم تعرفوا يجي مشحم. درنا القصبر حشيش الشربه اللي هو حشيش الشربه والنعناع، ما نديروش القصبر لهنايا كما الطريقه نتاع الشربه نتاعنا، ما نديروش القصبر نتاع الحب، نديرو فقط الفلفل الاسود والعكري والقرفه. درت لهنايا 4 واد تاع قرفه. هذه هي الشربه نتاع البليده نتاع البليديين كما راكم تشوفوا. خلوها تقلى، هاي بعد ما تقلات نمرقوها رشيده، بعد نمرقوها ل 70 لتر نتاع ماء. القازان هذا ولا القدر الكبير هذا القطره نتاعو 50 سنتيمتر يرفد لنا 70 لتر من الماء. 70 لتر نتاع الماء واش نديروا لها؟ كي يكون الفريك نديروا 3 كيلو ورطل نتاع الفريك، 3 كيلو ورطل تاع الفريك، كي يكون مرمز 3 كيلو، وكي يكون مقطفه 3 كيلو ثاني. المقطفه والمرمز 3 كيلو، الفريك عنده 3 كيلو ورطل، طوماطيش تاع البواطه قلنا 3 كيلو، الحميصه كيلو، اللحم 12 كيلو، الملح 13 مغرفه كي يكون الحميصه، عندنا الحشيش الشربه والنعناع واحد 4 ربطات حشيش الشربه، وثلاثه ربطات نعناع، فلفل الكحل 3، العكري 7، والقرفة 4. هذو هما البنات مغرف كبيرة نتاع السمن، ما نديروش القصبر وما نديروش الثوم، يعني ما نديروش قصبر تاع الحب هذاك وما نديروش الثوم. هذه هي الشربة نتاع البليديين. بعد ما طيب لنا خلاص نمرقو وطيب لنا خلاص، أنا دوكا كي نمرق نورمالمون لو كان الفريك غير نمرق بالماء الساخن كيما راكم تشوفوا، الماء راه يغلي، ندير الفريك تاعي نطلقها دركا في هذه المرحلة، كي نمرق نطلقها، بصح المقطفة لا ولا الفداوش، الفيرميسال، فوالا هذيك قبل ما نطفي بعشر دقائق لي باش نطلقها. فوالا البنات لازم تحذري قبل ما تطفي بعشر دقائق، خمس دقائق ديجا، خمس دقائق ما تكمل الطياب تاعها، حنايا كي الموالفين نعرفوا، يعني عشر دقائق. وشنو عندك كي يكون قازان كبير هكذا من بعد احنا نقسمو كي يطيب نقسمو على زوج، باش ما نبقاش كيما نقولك نديرها تسخن ونحرحر فيها ونخلط والاخر، باش ما تحرحرليش ولا باش ما تعجنليش. هذه هي البنات، مازالوا لنا 7 حبات لا 8 تاع حار في النهايه.
كلش راهو كلش راهو بيان سيغ كما راكم تشوفوا كلش يعني ما حنا نحوا والو هنايا، مازالتنا فقط الحرف النهايه مع الرشه هذيك تاع النعناعيه بسيله عندك وشويه حشي شربه ونعناع نرموهم مع الاخير. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. فات ساعة دوكا واش نديرو؟ نديرو الطوماطيش نتاعنا تاع الحب وعلى مرحية كيما راكم تشوفو، عندنا لهنايا 5 كيلو نتاع طماطم الحب كيما راكم تشوفو كيما قلنا. غادي ديري لها شوية عكري تاع معجون هذاك درسة تاع الطرشي كيما تحبي كل وحدة كيفاش تحب. نخلو هذا الطماطم أمينة صباح بات حارها هذيك فوق الطابلة نسيت ما جبتهمش قدامي. فوالا نديرو نطلقو ثاني هنايا الحار تاعنا، عندنا 7 ولا 8 حبات. بسم الله شويه صغار امينه ديري 9. انا قلت لك هذوش جاوني شويه صغار ديري 9. شحال درنا؟ فوالا هكذا ونخلوها. طوماطيشك طيب شويه اللي باش ندير الفيرميسال تاعي قلنا 3 كيلو، انا ندير 2 كيلو ورطل ونشوف كاين يطلق النشويات وكاين ندير 2 كيلو ورطل ونشوف ومن بعد نقول لكم شحال درت. هذه هي البنات، قلت لكم زمان كنا ندير طوماطيش كنت نقليها مع الخضر مع الاول مع اللحم والخضره طوماطيش تاع البواطا تاع الحب عفوا. بصح مؤخرا عندها واحد 4 سنين وليت نديرها في الاخير كي نطفي الشرب، نجي نطفي شربه 4 ساعه 20 دقيقه من قبل ندير طماطم نتاعي. يعني بهذا كيما نقولوا بهذا الشكل تحافظ على واحد البنه تجي ما شاء الله خير من اللي نديرها في الاول. كل وحده الطريقه تاعها، انا عجبتني هذه الطريقه بعد محاولات وبعد كيما نقولوا تجربه طويله خيرت هذه الطريقه، عجبتني هذه الطريقه. وكل وحده الطريقه تاعها واكيد كل وحده عندها يدها بنينه وما نقدرش نقولوا هذه خير من هذه، كل وحده باش مقتنعه. تقدري ديري الثوم تقدري تنحيه، انا اليوم درتها كيما تاع ناس بليده قرفه فلفل الكحل حشي الشربه نعناع والسمن والملح. فوالا ما درتش الثوم، درت غير هذو التوابل اللي قلت لكم عليهم ما فيهاش توابل كبيره. اكيد اللي ما فيه نديروهم تاع الفريك مختلفه عن هذه الطريقه، هذه عيطوا لها سعيد اقسول هكذا قالت لي الحاجه انيسه يعطيها الصحه. المهم نخليها دوكا تغلي لمده 4 ساعه باش تطلق الفيرميسال تاعي. قلنا الفيرميسال كي نديرها 5 دقائق 10 دقائق، هذه هي البنات 5 دقائق 10 دقائق. كاري دير طوماطيش اكوتي تقدر ديريها طماطم كامله حب اكوتي تغلي كيما قالت لي السيده يعطيها الصحه، تغلي ومن بعد ترحيها بالميكسر وتضيفيها. حنا درنا الطريقه اللي ما فين نخدموا بها ومن بعد نقول لكم النتيجه كيفاش. هاي بعد ما فاتت 17 18 دقيقه فاتت اكثر من ربع ساعه قولوا 20 دقيقه ملي درنا الطماطم. دوكا واش نديروا؟ نديروا الفداوش تاعنا 5 دقائق ونطفوهم. بسم الله الكيلو الاول 5 دقائق مادام معليش انا راني في 5 دقائق ونطفيهم كما قلت لكم البنات. فوالا راكم تشوفوا كما قالت لي السيده انيسه قالت لي هنايا يقطعوا الخضر مكعبات كما قطعتهم مكعبات كما عندنا ثاني في الوسط. بصح حنايا واش نديروا؟ حنا نقطعوا الجزر والقرعه، هما عندهم القرعه فقط، عندهم الطريقه الاخرى كيكون القرنون يقطعوا القرنون مكعبات ويديروها مع الجلبانه ماشي مع الحميصه. ديري كيلو الثاني فوالا يديروا فوالا يديروا القرنون ويديروا الفول هذاك اليابس هذاك يقشروه ينحوا القشره نتاعو ويديروا القرعه. الزروديه هما ما يديروهاش، حنايا في الوسط في بومرداس نديروا الجزر ونديروا البطاطا. هذه كي نكونوا تاع الدار اكيد تاع فيرميسال في الدار نديروا هذه الطريقه، في الاعراس لا. انا في الاعراس انا وريت لكم قرعه وجزر نرحوهم بالبغا ميكسور. هذه تاع الاعراس تاعهم عندنا تاع صبيحه العروسه يديروها بالرز بيضه تجي شريبه بيضه كما نقولوا بالرز والقرفه والعصره تاع القارص مع العقده هذيك تاع السفار البيض، هذه لازم المعدن وصل الله الله. هذه في فطور تاع العروسه عند اهل البليده ناس بليده. هذه الشريبه اللي قلت لكم عليها تاع الفداوش درنا 2 كيلو دوكا نزيدو رطل ونشوفو. نزيد دوكا رطل امينه زيدي ماء فوالا زيدي ماء فوالا شويه زيدي نص باش تلحق رطل. ايوا خلاص حبسي زدنا رطل درنا 2 كيلو رطل في القازان هذا ونشوف. ومن بعد كي نخليها 5 دقائق عيني ميزاني اسكو نزيدها هذيك الشويه اللي بقات ولا لا. لا البنات هذه هي دوكا نحركو
القدر تاعنا كما قلت لكم هما يقطعوا كل المكعبات. وشنو عندهم هما تاع العرس يديروا الكورجات ولا الكوسه اللي هي القرعه فقط حشي الشربه، سينو الايام الاخرى يزيدوا لها القرنون وديروها بالجلبانه ماشي بالحميصه. الله هيك الشريبه الله الله في البول الرشه تاع النعناع حشي الشربه اكيد في الاخر ضروريين تقدرين سيرتو النعناع اليابس اللي مصير لازم تصيريه باش ديريه بنينه يا البنات ما شاء الله تبارك الرحمن. جربوها بهذه الطريقه ويمكن تعجبكم. كاين اللي ما يحبوش الفرميسه بصح بنينه. فوالا هاي القرعه كذا القليشه ولا الكورجات ولا الجريوات كل واحد كيفاش يعيط لها اللي هي الكوسه ولا لا كورجات. فوالا صحتكم شهيه طيبه.